من الأدب مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الاستغاثة به عند الشدائد والأهوال وعند وقوع الفتن. ففي الرواية عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه قال: نحن وإن كنا ناوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين حسب الذي أراناه الله تعالى من الصلاح، ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين، فإن نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم.